التصوير احمد كان هالرجل كان الانسان الفقير الكادح كان قوت يومه الزبادي اقل شيء، الان اصبحت الزبادي سعره باهظ جدا، وحتى الطماط كان الكيلو ب 20 ريال الى 100 ريال، الان الكيلو ب 2000 ريال، يعني مش قيت يوم كامل اصبحت قيمه كيلو طماط. كنا نشل الزبادي قبل 7 سنوات او قبل الحرب ب 120 ريال الى 100 ريال. الان اصبح الحبه الزبادي ب 400 ريال قابل للزياده. قابل يطلع له 500 ريال. نحن باوضاع اقتصاديه مدهوره جدا جدا جدا. يعني اذا كان معك 2000 ريال تشقي باليوم يا الله تكفيك صبوح او غدا 2000 ريال. العشاء يمكن ما تتعشيش. احنا بوضع اقتصادي مدهور جدا جدا وحاله الشاقي باليمن متعبه جدا. Come on!